العاهل البحريني يأمر بإقالة رئيس جهاز الأمن الوطني بعد أيام من تقرير لجنة التحقيق بشأن مواجهة الاحتجاجات. أصدر العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى الخليفة قرارا بإعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبد الله وهو أحد أفراد الأسرة المالكة من منصبه وتعيينه مستشارا لشؤون الأمن الوطني. وترافق القرار مع تعديلات في مهام جهاز الأمن الوطني إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى في المملكة ومراجعة اختصاصاته. وهذا هو أول تغيير في مناصب قيادية أمنية بعدما كشف تقرير لجنة التحقيق المستقلة عن مخالفات وصفت بالممنهجة أثناء محاولة إخماد الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من أشهر. ومعنا من المنامة علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية. سيد علي، كيف تلقيتم هذه الإجراءات التي أعلنها أو القرارات التي أعلنها الملك؟ الإجراء المشار إليه في تقريركم وهو إقالة الشيخ خليفة بن عبد الله بن محمد من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وبقية الخبر هو تم تعيين الشيخ خليفة بن عبد الله أمين عام للمجلس الأعلى للاتفاق، وهو مجلس يتكون من 14 فرد جميعهم من أفراد الأسرة المالكة الكريمة، يتولى شؤون الدفاع في البحرين وهو بمثابة أهم مجلس بعد مجلس الوزراء. فمن غير الواضح أن هذا الإقالة وهذا التعيين هل هي عقاب لأنه قام بمسؤول وفقا إلى التقرير الذي قدم عن التعديل وشهداء سقطوا في المعتقل، أو هو ترقية وتكريم لأنه أصبح في مجلس أهم من الوظيفة التي كان فيها. ما مطلوب في البحرين بروح تقرير سيد بسيوني هو أن تقدم الحكومة استقالتها، لأنها حكومة مسؤولة عن تعذيب المواطنين، مسؤولة عن هدم دور عبادة، مسؤولة عن قمع حرية التعبير الطبيعية، مسؤولة عن العبث بالقضاء وإجراء محاكمات لا تتوفر على الضمان الطبيعي أدنى درجات المحاكم العادلة. كل هذه السلبيات والجرائم والانتهاكات التي ثبتت على الحكومة لا يترقب شعب البحرين إقالة مسؤول هنا أو هناك، وإنما أقل ما يمكن أن نتحدث أن في هذه المرحلة ضرورة استقالة هذه الحكومة من أجل إعطاء الوطن فرصة لأن يتحرك بحكومة نظيفة اليد من كل هذه الانتهاكات. ما جرى في الكويت هو إجراء بسيط جدا، ومطالبة من مجموعة من المواطنين بإقالة رئيس الوزراء الكويتي، الحكومة قدمت ووضعت استقالتها. نعم، يعني أنتم لم تستوعبوا نقل أو إعفاء الشيخ خليفة بن عبد الله من رئاسة جهاز الأمن الوطني على أنه عقاب له. المنصب الذي تولاه الشيخ عبد الله يبدو أنه أهم من المنصب الذي كان فيه، والتقرير يطالب بمحاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله كأحد المسؤولين عن أجهزة التعذيب. فهل في هذا معاقبة؟ أنا لا أجد أن في هذا معاقبة. ثم أن كل هذه الإجراءات تجري بطريقة أحادية، وهي جزء من روح المشكلة في البحرين، أن ليس هناك اعتبار إلى شيء اسمه شعب. في قرارات تصدر من هذه الجهة أو هذه الجهة من النظام، وعلى البقية أن يسمع ويطيع وينفذ، وكأن لا أحد يستطيع أن يساهم في تشخيص مصلحة هذا البلد إلا أفراد النظام، بحيث يفصلون ويعزلون ويطلعون قرارات ويسوون قوانين من دون وجود إرادة شعبية. نعم. سيد علي، منذ صدور قرار لجنة تقصي الحقائق، هل جرى أي اتصال بينكم وبين الحكومة، بين السلطة في البحرين؟ لا، ليس هناك أي اتصال بيننا كجمعية وفاق وبين المؤسسة الرسمية. نحن نمد أيدينا إلى تواصل يفضي إلى الأخذ بروح ونصوص التقرير السيد بسيوني من أجل انتقال البحرين من دولة بوليسية قمعية مدانة بتقرير هذه اللجنة التي جاءت به الدولة. مع هذا التقرير لم يصل إلى كل الحقيقة، ولكن ما كشفه من الحقيقة
أصبح يسود وجه أي حكومة في أن تستمر ساعة واحدة، فضلا عن أن تكون هذه الحكومة هي التي يراد أن يوكل لها تنفيذ التقرير. هي كلها متهمة بوزرائها، برئيس وزرائها، يقال لها اليوم أنت اذهبي ونفذي هذا التقرير، وكأنه يقال للمتهم كن قاضي تنفيذ على التهمة التي يجب. شكرا لك علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية في المنامة.